على الرغم من عدم توافر علاج سحري لحالة البؤس الدائمة يلي ممكن يعيشها الشخص، لكن في الكثير من السلوكيات اللي بنقدر نستعين فيها لمضاعفة حظنا بالشعور بالرضا عن حياتنا. وبينت الدراسات يلي أجريت عن الرفاهية حقيقة واحدة مهمة، إنه الشعور بالسعادة العارمة مرتبط جذرياً بسلوكياتنا. وتوصل العلماء لخلاصة مفادها إنه المال والشهرة مو هي أساس الفرح والبهجة بالحياة، وأكدوا بثلاث نقاط أمور بتأثر على الشعور بالسعادة بحياتنا. أولاً، العلاقات الاجتماعية مهمة لصحتنا العقلية، فالشخص اللي بيمتلك صديق جيد بيستطيع الاعتماد عليه وقت الحاجة، ودفء الأسرة والمجتمع هو أكثر صحة وسعادة وأطول عمر وبيحظى بذاكرة جيدة. ثانياً، الصراعات مدمرة للصحة، لأن الأسرة كثيرة الصراعات بتكون قليلة المودة، ودوام الصراع بالعلاقات الزوجية أخطر على الصحة من الطلاق نفسه. ثالثاً وأخيراً، اعتبروا أن الكوليسترول هو مو المقياس الصحيح للإجابة على تنبؤات من حيكبر سعيد وبصحة جيدة في عمر 80، بل مستوى جودة علاقتهم الاجتماعية ومدى رضاهم عنها كان هو المعيار الأدق، فمن كانوا أكثر ارتياح ورضا بعلاقتهم بسن 50 كانوا أكثر صحة بال80. وقدموا 3 نصائح عملية للشعور بالسعادة، ويلي هي: التواصل مع أفراد الأسرة يلي انقطعت العلاقات معهم من سنوات، تزايد النشاط مع الأصدقاء القدماء والتنزه معهم، استبدال الوقت أمام التلفاز أو الإنترنت والوقت مع الناس، أو ممارسة الرياضة والهوايات المحببة.